انت وصلت الى اقصى ما يمكنك فبطل عملية الاغراق. ده عنصر مهم، بمعنى ان عجز الميزانية ازداد وبالتالي عذاب الشعب هيزيد. انا مش لا عايز لا اقف ازود عند اكتر النقطه دي، انا اللي يهمني عزاء الشعب يا دكتور. بعض الناس قالت انه تحريك سعر الصرف ده او التعويم ده هيأثر على السلع فهتنخفض. شوف سيدي، هو في بعض السلع ارتفعت فعلا بناء على اسعار السوق السوداء، انما الدوله او الحكومه، بلاش كلمه الدوله دي لان هم متصورين ان هم الدوله، وانت عارف ان هم مش هم الدوله، هم موظفين عند الدوله. انما انت هتبدا بقى تتعامل رسمي. التعامل الرسمي معناه ان انت وانت بتدخل السلع اللي موجوده في المواني مش هتدخلها على 30 او 31، انت هتدخلها على السعر الجديد، وافترض ان هو 49 او 50، يبقى بعض السلع بالتاكيد هترتفع، وخاصه السلع اللي لها علاقه بالدوله. انت بتتكلم عن اسعار رسميه، لها اثار رسميه يعني لابد انت تتخذها. عايز تقول لي يا دكتور ان البضائع اللي في المواني دي اللي انت قلتها لي في الحلقه اللي فاتت 7 مليار دولار تقريبا، ده غير اللي في البحر، يعني 14 14 مليار، انت دلوقتي هتدخلها بسعر الدولار دلوقتي بالضبط، اللي هو 50 جنيه، يبقى هترتفع. وبالتالي هترتفع. فهمتها. تمام. يبقى لا، لو في سلع مش موجوده اوريدي وبتتباع باسعار اعلى بناء على الاسعار السوق السوداء، ودي هتفق ان جايز ما تتغيرش، ولو ان انا مش برضو مش ضامن الناس. انا اللي يهمني برضو، خليك معايا في الفكره والنبي يا استاذ محمد، انا اللي يهمني برضو الاتي، يهمني ان اقول ان تعال نبص رسميا، لان معظم الناس بتبص على الموضوع على اثره على الشعب، وانا بقول انها ارهاق غير معقول للشعب. الشعب ما لم يحسب في هذه الحسبه. الحسبه دي معموله علشان صندوق النقد، وعلشان يقولوا للعالم صندوق النقد هيدونا قرض، وتعالوا يا مال ساخن تعالوا عندنا. انما انا بكرر بانزي سكيم تاني من جديد، كما يعني انا هقولها لك دلوقتي، وانا قلتها لك قبل كده من 2016، النظام هيلاقي نفسه راسه بتتخبط في الحيط تاني وهينفجر، وهو عايز ينكر ان هو بينفجر دلوقتي هو حر، انما في النهايه لو بيزودها ان ده هو بيضاعفها مرتين دلوقتي. انما اللي يهمني ايه اثار الارقام الرسميه على الاقتصاد المصري؟ مجموعه حاجات. الحاجه الاولانيه، انت بتدعي او البنك الدولي بيقول ان الدخل، معلش هقول كلام كبير شويه انما له معنى، الدخل القومي بتاعك 470 مليار دولار. انت عملت عمليه تعويم ما بين 31 لحوالي 50، انت التعويم بتاعك حوالي ما بين 55% و60%، هذا رقم عالي للغاية لم أتوقعه، لأن صندوق النقد عادة بيعمل 40% أو أحيانا 2% 3%، هنا أنت بتتكلم على 55 أو 60%، عشان بس نبسط الموضوع هنقول 60%. الدخل بتاعك اللي هو كان 470، الدخل القومي اللي كان 470 اتقسم منه 60%، فرجع ل 220 او 230. على ما تقدر ترجع تاني وتزود الدخل القومي بتاعك ل 470 تاني زي ما كان 17 سنه، قدامك 17 سنه شغل. انت كفرد نمت ليله امبارح ومعاك الجنيه في جيبك، صبحت الصبح الجنيه اللي كان في جيبك امبارح ده بقى 40 قرش، طار منه 60%. الأثر على الاقتصاد القومي خرافي، بياخدك لورا. الاقتصاد القومي ده عبارة عن المنتجات والسلع اللي عندك اللي هي متوزعة على الشعب، فأنت كده نزلت مستوى
دخل الفرد إلى تحت مستوى الفقر.